أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: المرأة التي خرجت لصلاة التراويح مع السائق لوحدها ما حكم فعلها؟ هذه خلوة، إذا خرجت مع السائق وركبت معه وليس معهما أحد فهذه خلوة، سواء راحت للتراويح أو لغيرها، هذا حرام. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا وثالثهما الشيطان، لا يجوز لها أن تركب وحدها مع السائق الذي ليس من محارمه. نعم.